يبدأ أحداث مسلسلنا مع بطلتنا أريانا وهي سعيدة لأنها راح تتزوج من الشخص اللي بتحبه من بعد أيام، بس يا حرام ما بتكتمل فرحتها لأنه بتجي صديقتها أنا وبتخبرها إنه حبيبها توفى في حادث سير خطير، فبتزعل أريانا كتير. خلينا نرجع شوي لنعرف شو صار. في يوم ميلاد أريانا بطلتنا جاب مرة تانية يلي تزوجها في السر ورح تضل تعيش معهم في نفس البيت، فبتزعل بطلتنا كتير وبتطلع من البيت وبتقود السيارة بسرعة وبتسوي حادث، وبيطلع ناي بطلنا يلي هو صاحب السيارة مع حبيبته جيني، وبيكون معصب كتير ومن غير ما تحكي ولا حرف واحد مباشرة بتعطي خاتمها الألماس كتعويض عن أضرار السيارة، وبتروح معصبة وبيضلوا يلحقوها مجموعة من الأشخاص يلي وظفتهم زوجة أبوها الشريرة، وبيخلص بنزين السيارة، فبتطلع من السيارة وبتضل تجري فوق الجسر، وبيجي ناي للجسر لحاله بعد ما وصل حبيبته للبيت، وبيتذكر إنه هاي نفس السيارة يلي قبل شوي، وبيجي وبيستكشف السيارة وما بيلاقي حدا، وهدوك الأشخاص بيحاصروا بطلتنا أريانا من كل الاتجاهات وما بيكون عندها ولا خيار تاني من غير إنها تنط في النهر، وبيكون هنيك الشخص اللي وظفته زوجة أبوها اللي اسمها ميندي وبيهرب، فبيجي ناي وبينط في النهر وبينقذ بطلتنا أريانا وبيسوي لها تنفس الاستماعي، ولما بتصحى بيروح وبتظن انه جان هو يلي ساعدها، بس اللي ما بتعرفوا انه جان متفق مع زوجة ابوها ميندي ليخلصوا عليها، وبيعرف اب بطلتنا جاك انه جان انقذ حياة بنته، فبيطلب منه يجي لبيته وبيشكره شخصيا، فبتضل تقول ميندي لبطلتنا انها بالليل وضحاها استغلت شخص عشان تسرق له كل ممتلكاته، فبتعصب بطلتنا منها كتير وبتضل تتشاجر مع ميندي، وفي الليل بتجي للحانة مع جان وبتشرب العصير كتير، فبيخبرها انهم الحين صاروا اصدقاء وبيقدروا يسووا علاقة مع بعض لو كانت اكيد موافقة، بس هي بتخبره انه ليش مستعجل وهم لساتهم تعرفوا على بعض، فبتروح للحمام ولما بتطلع بتظن انه بطلنا هو جان وبتعانقه وهو بيقبلها راسها لانه بدون انها حبيبته جيني، وكمان بيتقابل جان مع حبيبة بطلنا جيني وطلعوا بيعرفوا بعض، وجان بيوصل أريانا للبيت فبتخبروا انها موافقة انهم يسووا علاقة مع بعض، فبتخبروا انه امها توفت من قبل اسبوع لهيك هي بتكره زوجة ابوها كتير وبيقبلها، والحين يلا نرجع وين كنا. طبعا مثل ما خبرتكم في الاول بطلتنا صارت بتواعد جان فبيضلوا يخططوا ليتزوجوا وكل شيء بيكون جاهز، بس أم بطلتنا جاك ما بيوافق على الزواج لأنه بطلتنا ما خبرته إنها بتعاني من الاكتئاب من يوم ما توفت أمها، وبيزعل أب بطلتنا على بنته أريانا، فبيخبرها جان إنه حتى لو ما تزوجوا فهو راح يضل يحبها طول حياته، وبعد أيام بيوافق أب بطلنا على الزواج لأنه بنته سعيدة مع جان، وهيك ما راح تضل مكتكبة، كما إنهم بيبدأوا يتجهزوا ليوم زواجهم، فبيجي اتصال طارئ لجان وبيروح لأمريكا وبيضل هنيك لمدة شهر، ولما بيكون راجع بيسوي حادث وطلع بطلنا هو اللي صدم بسيارة جان، ولما بتعرف بطلتنا أريانا بالخبر بتنصدم وبتجي للمستشفى، بس للأسف بيكون جان اتوفى، ولما بتشوف سيارة بطلنا ناي بتتذكر انه هاي نفس السيارة يلي كانت صدمتها في يوم ميلادها، وبتجي لمركز الشرطة وبتصفع ناي وبتضل تسبه لانه هو السبب في موت زوجها اللي كانت رح تتزوج اليوم، وبيندم بطلنا على فعلته وبيعترف قدام القاضي وقدام الكل انه هو سبب في موت جان، وبيتم الحكم عليه بست سنوات في السجن، وبيعتذر من امه لانه ما رح يقدر يحقق حلم امه انه يصير مهندس، وفي خلال السنتين الاولى اللي بيقضيها في السجن
بتموت أم بطلنا، ولما بيعرف بخبر موت أمه بيحزن كتير، فبتجي جيني وبتضل تعتذر منه لأنها سبب في كل اللي صار. فبنعرف هون أنه يلي سبب في موت جان ويلي صدم سيارته هي في الواقع حبيبة بطلنا جيني، بس لأنها كانت حامل بطفله قرر أنه يتحمل المسؤولية وبيعترف قدام القاضي أنه هو سبب في موت جان. فبيلتقي ببطلتنا وبيترجها عشان تتنازل على السنوات الباقية، بس هي بتخبره انه ما يحلم انها تتنازل حتى لو ماتت كل عائلته، وبتخبره انها رح تنتقم منه وعلى افعاله. فبيخبرها انه رح تمر الاربع السنوات القادمة بسرعة ورح يطلع من السجن. فبتضل بطلتنا تفكر في زوجها وبتحزن عليه كتير، وأما حبيبة بطلنا جيني بيصير بطنها أكبر وبتكون بتفكر في الإجهاض لأنها ما رح تقدر تولد طفلها بدون أب أو بدون زواج. وبطلنا بيضل يقرأ رسائل جيني يلي كانت بترسله إياها كل شهر، وبيكتب لها رسالة بيسألها عن أحوالها وعن أحوال طفلهم. وبعد ما بيضل بطلنا في السجن لمدة 6 سنوات بيجي ليشوف حبيبته جيني وابنه، بس بتخبر أم جيني إنها أنهت حياتها وبيحزن كتير عليهم، وبيضل يمشي وهو بيبكي على حياته يلي تدمرت من لما كان في السجن. وبتكون هالسيارة رح تصدمه، وطلعت هاي السيارة مالت بطلتنا أريانا، وبتضل تخبره إنه كان لازم يحكم عليه بالإعدام ومو 6 سنوات. وبتسحبه لقبر جان وبتطلب منه يطلب الاعتذار منه، فبتخبره إنه لو ما كان السجن عقبه على أفعاله فهي رح تتصرف ورح تعاقبه شخصيا. وبتطلب من حراسها عشان يجيبوا بطلنا ناي للجزيرة، ولما بيكونوا جايين بينقلب الساحر على الساحر لأنه حراس بطلتنا بيرموها في البحر، وبينقذها بطلنا ناي وبيجيبها لبيت جده وجدته وبيضل يعتني بيها وبيحاول يغير لها ملابسها بس ما بيقدر. وفي الصبح بتصحى وبتظن إنه بطلنا استغلها وبتضل تضربه، ولما بيطلع من الشاور بتحاول تشيله المنشفة وبيوقفها. فبتخبرها جدته إنه هي يلي غيرتها ملابسها الليلة الماضية ومو بطلنا مثل ما بتعتقد، وبيكون بطلنا رح يروح مع هدول الأشخاص للمدينة وما بيكون مكان لبطلتنا. فلهيك بيمنعوها الجد وجدة بطلنا من إنها تروح لأنه القارب ما بيتحمل أكثر من العدد المطلوب أو رح يغرق القارب بأكمله. فلهيك بينزل بطلنا وبيمسك في إيد بطلتنا وبيجوا لهالمكان، بس ما بيكون عندهم ولا خيار تاني من غير إنهم يتسلقوا الجبال. وبيمسك ببطلتنا وبضلوا يتسلقوا مع بعض، ولما بينزلوا بتضل تمطر وبتنام بطلتنا وبتحلم بكابوس، وبضل بطلنا يهديها وبتسحبه وبينام قدامها. وفي الصبح بتصحى وبتنصدم لما بتشوفه نايم قدامها، وبيجوا هالأشخاص وبضلوا يهددوا بطلنا إنه رح يقتلوا جد والجدة وأخت بطلنا، بس لو ما كان بده يموتوا لازم يقتلوا بطلتنا في مكانهم. بس بطلنا ما بيوافق وبيكون رح يقوصوا على بطلتنا وبيسأدى بطلنا عوضها. وبتكون بطلتنا رايحة للشركة أبوها جاك وبتتعطل سيارتها، وبالصدفة بتلتقي ببطلنا وأخته وبتصعد في سيارة بطلنا وبيضل يقود بسرعة كبيرة. فبتخاف بطلتنا كتير وبتطلب منها يدرج النارية عشان توصلها للشركة، وبالفعل بتوصل في الوقت المناسب وبيوظفها أبوها كرئيسة جديدة للشركة. وبطلنا بيجي للبيت يلي كانت بتعيش فيه حبيبته جيني، وبيضل يتذكر ذكرياته معها وبيضل يبكي وبيقرر يفتح صفحة جديدة من حياته وبيبدأ يدور على عمل جديد، بس الكل بيرفضه لأنه دخل للسجن من غير شركة واحدة يلي بتقبله، ولما بيجي لهذيك الشركة بيرفضوه. فبتطلع هاي الشركة يلي قبلته هي شركة بطلتنا، والحين بطلتنا هي اللي رفضته بصفتها رئيسة مالت هاي الشركة. وبيجي لعندها فبتخبره إنه ما رح يلاقي عمل لأنها طلبت من كل الشركات عشان يرفضوا يوظفوه لأنه هو واحد مجرم وقاتل وإنه لازم يدفع ثمن أفعاله. وبتطلب من حراسها عشان يضربوه، فبيخبرها إنه هو تعاقب على فعلته خلاص وهو ما بيستحق كل
هالأشياء اللي بيصير معه الحين، وبتطلب بطلتنا من هالشخص عشان يلحق بطلنا. فبتتصل أخت بطلتنا كاني على بطلنا وبتطلب منه المساعدة وبياخدها للمستشفى، ولما بتوصل بطلتنا بتصفعه وبتسبه لأنه كان بده يقتل أختها. فبتجي كاني وبتوقفها وبتخبرها بالحقيقة إنه بطلنا في الواقع ساعدها من أشخاص سيئين كانوا بيحاولوا يعتدوا عليها، وبتطلب من أختها إنها تعتذر من بطلنا لأنه لو ما كان هو كانت رح تكون منتهية من الآخر. بس بطلتنا بترفض إنها تعتذر من بطلنا وبتطلب كاني من بطلنا عشان يلتقوا، وبتشكره لأنه ساعدها البارح أو من دونه كانت رح تكون منتهية من الآخر. وبتشوفهم بطلتنا مع بعض وبتظن إنهم بيتوعدوا، وبتطلب منها تبتعد عنه، وبتخبرها كاني إنه ما في ولا علاقة بتربطهم ببعض، وهي بس شكرته لأنه ساعدها وبس مو أكتر من هيك. واليوم اللي بعده بتجي لبيت بطلنا وبتضل تساعده في الطبخ، وبيدخل في عينها التوابل وبيضل ينفخ لها في عينها، وبتجي بطلتنا وبتشوفهم مع بعض وبتطلب منه عشان يبتعد من أختها وما يستغلها أو يضحك عليها. فبيخبرها إنه هو ما بيستغلها وما بيضحك عليها، وهو بيعتبرها بس كصديقة ومو أكتر من هيك. وبيخبرها إنه هو الحين صار وحيد لأنه أمه وحبيبته توفوا لما كان في السجن. واليوم اللي بعده بيطلع مع كاني وبتضل بطلتنا تراقبه شو بيسوي مع أختها، وبتشكره كاني على اليوم وبتروح للجامعة. وبتجي بطلتنا وبتحاسر بطلنا وبتخبره انه لو ابتعد من اختها رح تقبل توظفه في شركتها. فبيخبرها انه هو ما انه محتاج لمساعدتها لانه لقى وظيفة وبيتقاضى 3 أضعاف من راتبها، وانه هو ما رح يبتعد من اختها لان بكل بساطة مو نوع المفضل، وانه نوع المفضل واقف جنبه الحين وبيتقرب منها وبتكون رح توقع وبيمسكها، بعدين بيرميها في الأرض وبتضل تسبه وبضل يضحك عليها. فبيخبر صديقه ليش أريانا بتكرهه لهالدرجة وبدها تنتقم منه وهو ما سوى شيء. فبيقول له إنه حتى هو ما بيعرف السبب وبيتساءل كمان. فبتلاقي بطلتنا جاكيت بطلنا وبتلاقي فيه خاتمها اللي كانت أعطاته إياه، وفي الليلة بتجي للحانة وبيكون حتى بطلنا موجود هنيك، وبتكون شربت العصير كتير وبتلقى في السيارة. فبيطلب منها تخبره بموقع بيتها بس ما بتوافق إنها تخبره، وبيجيبها لبيته الجديد وبينبهها عشان ما تتقرب من المسبح، بس لأنها مفوعيها وشربت كتير بتنط وبينط بطلنا عشان يساعدها وبيسوي لها تنفس الاصطناعي، وهي بتضم انه جان هو يلي قبلها. ولما بتطلع بتضل تسبه لانه قبلها من دون اذنها، فبتخبره انه كان بدها تسترخي وبس. فبيخبرها انه لو كان ظن انها رح تسترخي ما كان رح يساعدها هديك المرة السابقة في الجسر، وهون بتعرف انه هو يلي كان ساعدها المرة السابقة في الجسر ومو جان مثل ما كانت بتعتقد. وبتشكره واليوم اللي بعده بيخبرها بمشروعه وبتوافق عليه. فلما بتجي للبيت بتعصب أختها من بطلتنا أريانا وبتطلب منها عشان تشرح وين كانت الليلة الماضية وليش ما اجت للبيت. فبتخبرها انه كانت مع جان. فبيخبرها أبوها جاك إنها تبتعد من جان لأنه رح يتزوج من أختها. واليوم اللي بعده بيقابلها البنت في المصعد وبيتعطل المصعد، ولما بيطلعوا بتسلم عليه وبتعرفوا على حالها إنها مستثمرة يلي قبلت مشروعه، وبيلاحظ إنها بتسوي نفس الحركة يلي كانت بتسويها حبيبته وبيشك فيها. وبيجي ناي وبيطلب من أم كاني عشان تعطيه صورة لإلها لأنه اشتاق لإلها. ولما بيجي للشركة بينصدم في هديك المستثمرة وبتنكسر صورتها، وبيجهزوا لعيد ميلاد بطلتنا وبطلنا بيعطيها الورود. واليوم اللي بعده بتقابل هديك البنت بطلتنا وبتورجيها هالفيديو وهي مع بطلنا، وبتعصب كتير وبتدفعها وبيمسكها بطلنا وبيجيبها لمكتبه وبتشكره. فبتسأله بطلتنا شو هي العلاقة اللي بتربطه بهديك المرة. فبيخبرها انه لو كانت بتسأل
لأنها بدها تعرف أو لأنها بتحبه، فبيقول لها إنه ما في ولا علاقة بتربطهم ببعض وإنهم مجرد أصدقاء في العمل وبس ومش أكتر من هيك. واليوم اللي بعده بتحاول هديك البنت تتقرب من بطننا، وفي المساء بيطلعوا أبطالنا مع بعض إنه في حمرة على وشها وبيساعدها لتمسحها وبتروح بعدها. فبيتصل أب بطلتنا جاك ببطلنا وبيسألوا عن أريانا، فبيكذب عليه وبيخبروا إنها معه، فبيطلعوا بيدور عليها وبتكون بتمطر، فبيلاقيها وبيسحبها معه وبيضلوا يضحكوا مع بعض. وفي المساء بيسووا الاجتماع وبتقترح هذيك البنت مشروعها. بطلتنا اللي هي رئيسة الشركة بترفض، وبطلنا اللي هو بس مجرد موظف هنيك بيوافق. فبتجي لمكتبه وبتسأله ليش وافق، فبيقول إنها شاطرة في عملها ومشروعها حلو. فبتقول له إنه لا، أنت عندك علاقة معها لأنك بتتصرف معها مو كأنك بتتصرف مع صديقة في العمل. فبيقول لها من الأحسن تنتبه لحياتها وتتركه في حاله. وبتركب هذيك البنت في سيارة بطلنا، أريانا بتكون بتراقبهم، وبيجوا للمطعم وبتلحقهم أريانا وبيأكلوا مع بعض، وبيعطيها الورود وبتعطس لأنها عندها حساسية منهم. فبيتذكر أنه حتى حبيبته جيني كان عندها حساسية من الورود. فبتجي بطلتنا وبتسأله مرة تانية عن علاقته بيها، وبتخبره أنه لو كان بيحب هذيك البنت يبتعد من أختها، وبتوقع عليه بالغلط. وبتجي أختها وبتشوفهم وبتعصب كتير من بطلتنا وبتسبها وبتروح. فبيكتشف بطلنا انه هاي البنت هي في الحقيقة حبيبته جيني، كما انه ابنه لساته عايش وهي ما خلصت على حياتها، لا كانت عايشة لحالها مع ابنها. فبتخبره بالامور بالتفصيل انها حاولت تنط في البحر عشان تنهي حياتها وتخلص ابنها من عيشة الجحيم، بس انقذها شخص وجابها لبيته واعتنى بيها. فبيخبرها ليش ما اجت لتقابله في السجن خلال هذيك السنوات. فبتقول له انها كانت جاية وفي طريقها سوت حادث وكانت حالتها خطيرة كتير، وسوت عملية تجميل لانه وشها تشوه. صراحة ما بعرف ليش المخرج هون حكالنا انه بس بطلتنا كانت جاية في حادث واضطرت انها تسوي عملية تجميل لانه كان وشها مشوه، بس ما لاحظتوا انه ما ذكر موضوع الحمل. يعني لو كانت سوت حادث المفروض انه كانت لازم تفقد الجنين، فحنسوي حالنا انه ما شفنا شيء ونحن اغبياء وحنمر هيك. بس بطلنا ما بيوافق يسامحها، فبتجي اريانا وبتسأل بطلنا هل كان بيحب هديك البنت، فبيقول لها انه هي حبيبته جيني وسوت عملية تجميل. فبتعترف انها بتحبه وبيقبلها وبيقول لها انه ما يقدر يحب بنتين في نفس الوقت. واليوم اللي بعده بتجي حبيبة بطلنا جيني وبتعتذر لبطلنا عن كل الاشياء اللي سوتها وبتكون شافتهم بطلتنا وبتعصب كتير وبتضل تبكي. ولما بيجي عندها بتسوي حالها زي كأنه ما صاير شيء، فبيقول لها شو بكي، فبتقوله انه هو شخص لعوب ومستفز، وبتكون رح تروح وبيمسكها وبيخبرها انه تضل لانه هاي اخر مرة رح تشوفه لانه رح يروح، وبيطلب منها تسامحه. وبالفعل بتسامحه، وفي الصبح بتصحى وما بتلاقيه قدامها، وبتسأل صديقتها عنه وبتخبرها انه راح. بتزعل كتير لانها ما ودعته، وبتجي للشركة وما بتلاقيه، فبتعرف انه اخذ اجازة لمدة يومين. فبينصدم بطلنا لانه حبيبته جيني راح تتزوج من اب بطلتنا، وعلى فكرة اب بطلتنا جاك ما بيعرف انه جيني عندها ابن من بطلنا. وبطلنا بضل يشرب كتير، وبتجي بطلتنا لعنده بتساعده. لما بيلتقي بطلنا بحبيبته جيني تتظاهر انها ما بتعرفه، فبتطلب اريانا من بطلنا عشان ينسى جيني لانها الحين ما صارت حبيبته وصارت متزوجة. بس ما بيسمع كلامها وبيجي للحانة وبتطلب منه يتعرف بوعي ومو بغباء، وبتعصب كتير وبتكون رح تروح وبيسحبها وبتصفع وبتروح. واليوم اللي بعده ما بتحكي معه،
فبيعتذر منها وبيخبرها انه كان بيتصرف بدون وعي لانه كان شرب كتير. فبتشوفهم جيني وهما مع بعض واليوم اللي بعده بتجي جيني للشركة وبتقبل ناي وبيعصب بطلنا كتير، وبتصير بطلتنا أريانا قريبة من بطلنا ناي، وبيعترف أب بطلتنا بحقيقة جيني إنها حبيبة بطلنا وإنها مجرمة وبينفصل عنها، وبتمسك الشرطة جيني لأنها سبب في موت جان، وبتعرف بطلتنا إنه بطلنا بريء ومو هو يلي قتل جان، وبتعتذر منه وكل واحد بيعترف بحبه للتاني وبيعيشوا سعداء. وهيك بيكون انتهى مسلسلنا لليوم، بتمنى إنكم تشتركوا في القناة وتسووا لايك للفيديو، وبس بحبكم كتير كتير أشكركم وأحبكم كومو وأشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. باي باي.